السلام عليكم خاوتي خياتي، مرحبا بكم في قناة وصفات أسمر للطبخ السهلة والبسيطة. إن شاء الله كامل نتعلموا. اليوم راح نديروا البغرير. البغرير بطريقة سهلة جدا. عندنا زوج كيسان سميد وسميد لرطب، كما راكم تشوفوا هذا سميد لرطب اللي يكون رطب بزاف اللي ساعدنا في البغرير، وعندي كاس واحد نتاع فارينة. ثم عندنا 3 كيسان، زوج كيسان سميد وكاس فارينة سميد لرطب. ما تنساوش السميد لرطب، ناكد لكم عليه. عندي زوج خماره، وعندي حبه تاع البيض، وعندي عندي قرصه تاع الملح، وعندي الماء دافي 3 كيسان ماء دافين، وعندي الميكسور نخدم به ولا القرعه اللي راح نخدم بها، وعندي مغرف صغيره نتاع سكر، وعندي مغرف كبيره تاع خميره تاع الكسره. هذو هما المقادير اللي راح نخدم بهم البغرير. نشدو الميكسور تاعنا ولا نشدو القرعة، نفرغو فيها 3 كيسان نتاع الماء. إذا كان عندنا قرعة وما عندناش ميكسور نستعملو القرعة. القرعة نفرغو فيها تكون القرعة تاع 2 لتر، 2 لترات نفرغو فيها 3 كيسان تاع الماء داخل. هما أول شيء يكون الماء دافي، نأكد لكم الماء يكون دافي، ما يكونش سخون يغلي وما يكونش بارد، على خاطر باش بالخف الخميرات تتفاعل. عندي نفرغوا الكيسان تاع السميد الاولين، الفارينة والسميد، فتفرغوا المكونات علشان باش الميكسور يساعدنا في الخلط، باش بالخف يتخلط. كما كون فرغنا السميد نكسروا تاع حبات على البيض ونديروها، نزيدوا نحطوا المكونات الباقيه، المغرف مش معمره مليح تاع السكر، وقرصة تاع الملح، والخمارة تاع الحلوة، زوج طاشيات هما اللي راح يساعدونا باش يتنفخ البغرير تاعنا مليح ويولي هايل. ونزيدو الخمارة نتاع الكسر، خمارة الخبز ولا خمارة الكسر. كما راكم تشوفوا على خاطر يجي شوية صعيب في التخلط، تقدروا حتى تساعدوا تحركوا المغرب، تحركوا بالمغرب وتخلطوا حتى يبدا يتجانس. ديماري ونحبس. علاش انا قلت لكم ديروا الماء الاول باش هو الماء يقعد يدور يحط معاه المكونات الباقيين. بعد ما خلطنا البغرير تاعنا دقيقتين وثلاثة، راح نخلوه يخمر مدة 10 دقائق. ولي الامكانيات تاعهم محدودة، ما عندهمش الميكسور يستعملوا البغرير تاعهم في القرعة، يحطوا كاع المكونات كيما راكم تشوفوا الداخل، ويزيدوا لها الماء ويخلطوا باش راهي تنخلط في البغرير. نخلطوا مليح حتى يتجانسوا كاع التقاليق تاعها وتحس بكل شيء. وتخليه كيما راكم تشوفوا، تخلوها تهبط وتخمر ويتفاعل. الوقت اللي تزيد القرعه عرفوا بلي خمر. هنا نشدوا المقله تاعنا اللي راح نخدموا بها البغرير. كانوا بكري يستعملوا الكرلاجه، كل واحد كان يستعمل الكرلاجه يقول باش تجيب لي بغرير مليح، كان يخدم الطاجين تاع الفخار، وكان لي مقله ثقيله، كل واحد كيفاش. دوكا عندي هنايا المغرف اللي ما استغناش عليها دائما، وعندي البابي سيرفيات، وعندي كميه تاع الزيت. ندهنوا المقله تاعنا، كل ما نخدموا حبه ندهنوا المقله تاعنا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه باش ما يلصقش البغرير. الحيطة والحذر كي تخمر. هنا بعد ما خمر البغرير وتزيرت القرعة مليح وانفجرت عليا كي فتحتها، نحن نخلطها غير شوية ونخليها باش نبداو نخدمو في نشعل الطابون على نار قليلة. كما راكم تشوفوا نحطوا المقلة على نار قليلة وندهنوها بالزيت، بالزيت والبابي سيرفيت كما وردت لكم كيفاش تخدموه. نشدوا البغرير نفرغوه في الوسط ونخلوه يمشي وحده كما راكم تشوفوا، نفرغوه وراه يمشي، يجي بغرير دائري
وما يجيش كيما الخرائط، ما يجيش لا مثلث هرموزه كيما راكم تشوفوا. دائري رائع. نحكي لكم حكايه، واحد المراه مسكينه مده قالت لي ديت راح نخدم بغرير، ديتو لدار اختي باش نزوق عليها بلي نخدم بغرير، نخدم بغرير شباب وبالقرعه نخدمو كيما وريت لي. في الحقيقه ركبت الطرونسبور ودات معاها القرعه تاع البغرير، مخلط الداخل مخلط، وما على بلاش بلي البغرير كل ما يزيد المده كل ما يزيد يتزير القرعه ويتفاعل داخل ويخمر. راهي يمشوا على في امان الله، يمشي وتنفجر القرعه هذيك على بالك نص الغاشي كامل تعيط. واش طاري واش طاري شوف روح بس. قال لها مراه واش بك؟ قالت له قال لها جيت معايا البن. قال لها والبن هذا فقد عليك في كل من البلاد اللي راح عليها حتى تجيب البلاد الفلانيه. مسكينه المراه من الحشمه ما لقاتش وين تحط راسها. هذه هي حكايتها، وبلا كنت سيوها وصرا لكم كما صرا لها. هاي خلعه صح خلعه. كما راكم تشوفوا البغرير تاعنا راهو يطيب، راهو يطيب مشهد كما خلايا النحل. كما راكم تشوفوا واحد يقول لكم مشهد يفهم حاجه اخرى، مشهد كما الشهده تاع خليه النحل راهو يطيب معنا. وراكم تشوفوا كي تنحى كامل بيوتيه من التم اعرف باللي البغرير تاعنا راهو طاب راهو واجد. النار ناكد لكم النار تكون قليله ما تكونش قاويه على خاطر تحرق. ما شاء الله ما شاء الله خفيف 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 ما نحكي لكمش. كيما راكم تشوفوا فيه سهل حتى كي يتنحى، كي ندهنوا المقله تاعنا سهل باش يتنحى. وجدودنا كان يقولنا ما تمشوش على خاطر يخرجوا لي طراس تاع رجليكم في الحبه تاع الغريب. النيه تاعهم ساكن ولا غير المغيه مساكن. كيما راكم تشوفوا هنا البغرير شوف كيفاش حمار من تحت ومن الفوق طاب على طاب رائع. كما راكم تشوفون نخدم بغرير حبه مرحبه، وراح نزيد نخدم حبه ثانيه. تقدر تزيقها حتى كيف توزعوا الخليط تاع البغرير غير في المقله كما راكم تشوفوا هنايا باش تكون حبه، ولا تفرغوها في الوسط ويمشي وحده. هي من احسن تفرغوها في الوسط يمشي وحده يجيكم احسن ودائري. هذا هو البغرير تاعنا هايل خفيف 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 ويترعد وحده كما الفلو. روعه روعه روعه. شوف خفيف ما نحكي لكمش ما نحكي لكمش والله ما نزوق عليكم خفيف روعه. نقدم لكم البغرير للجزائريين كامل يغيروا عليه ويحبوه، وكان يقولوا الغرايف وكان يقولوا له المثقب، وحنا نقولوا له البغرير على حسب الثقوب اللي فيه. نقدموه انا حبيت نقدمه بالمعجون. المعجون جاني بزاف بنين وهايل وخفيف ما يقهمش. وعندي هنايا الدهان مع العسل، وعندي كويس اتاي شربت به. انا بالمربى ولا المعجون جاني بزاف هايل وما يقهمش، قد ما تاكل منه ما يقهمش، بصح بالعسل قهمني. كي تحب بالعسل قهمتني. كما راكم تشوفوا بغرير ما شاء الله رائع 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 جدا. جربوه ما تندموش عليه خوتي وخياتي. سهل سهل ما في حتى حاجه اللي صعيبه. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وديروا لي جيم وابوني وبارطاجي الفيديو ان شاء الله. معايا ومعكم نتعلموا كامل. سلام.